تحياتي لكل اخواتي واخواتي القهاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. خالد الغندور وايهاب الفولي لقيوا الموج عالي وما ينفعش يهاجموا النادي الاهلي، ولكن ممكن يعملوا غطاء يهاجموا من خلاله النادي الاهلي. الغطاء ده كان علاء صادق. طبعا انا مش منوط ان انا دافع عن علاء صادق او اي حد خارج النادي الاهلي، ولكن انا هقول شهاده حق، يعني انا هقول شهاده يعني امام الله. هسمعكم الاول ايهاب الفولي وخالد الغندور قالوا ايه على علاء صادق، وان هو بيقود السوشيال ميديا، وان هو لجنه الكترونيه وبيقود لجان الكترونيه وبيعمل غسيل مخ ليه اطفال السوشيال ميديا او الشباب الصغير بتاع السوشيال ميديا، علشان يوجههم في اتجاه اخر غير الاتجاه الكروي او غير الاتجاه اللي المفروض الناس تتكلم فيه وهي كوره. لو اتكلم في اي حاجه تانية غير الكوره فالناس كلها بتمشي وراه. طبعا علاء صادق، الاول احنا هنتكلم على علاء صادق كتير، وهقول لكم كلام يعني مهم جدا عن علاء صادق، بس الاول نسمع الناس دي قالت ايه وتعالوا لي تاني عشان نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا، قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف ايهاب فرخه او خالد فطوطه قالوا ايه ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. استاذ ايهاب الفولي سملكت الدوله، ايه رايك؟ والله بص، هي جمله طلعت لما نادي الزمالك كان خد بطوله الدوري السنه اللي فاتت واللي قبلها، طلعت من خلال مجموعه من الناس المحسوبه على النادي الاهلي، ابرزهم علاء صادق المتواجد خارج الدوله المصريه، لمحاوله تقليب الراي العام على الدوله المصريه، لمحاوله يعني مخاطبه وحشد جمهور النادي الاهلي وحسسه ان هم في عداء ضدهم، وان في ان الزمالك الدوله معاه، وان بيتم وتم تحريف اي حاجه تتقال يقول لك ده زملكه الدوله. ده هو كتب بوست امبارح بيشكر وزاره الداخليه ان هي وافقت على حضور 50,000 مشجع اهلاوي لمباراه الاهلي والهلال. انا حتى خدت البوست ده وانا على صفحته ورحت كاتب، قلت له انت كده بقى بعد كده ما تبقاش تقول ايه يعني مالكش حجه، ما تجيش تقول ان الاهلي مضطهد، او لان انت علاء ده ممكن النهارده يقول كده بكره تلاقيه يقول لك زملكه الدوله في اي وقت. ففكره زمالك الدوله دي هو بيحطك في، بيحاول يزنقك طول الوقت ان انت اي حد يجي مثلا لو انت ليك حق تاخده، اللي بيديك حقك ده يبقى خايف هو بيديهولك عشان ما البرواز اللي هم عملوه بتاع زمالك الدوله. لو وصلت لقيد احمد الحاج وكده ان كده يعني زمالك الدوله. وحتى اقول لك حاجه، حتى اللعيبه، حتى ال 50,000 مشجع اللي وزاره الداخليه وافقت على حضور مباراه الاهلي والهلال السوداني، ممكن يقول لك ده في اطار زمالك الدوله، وان الدوله عشان زملكاويه عايزه الجمهور الاهلي يروح، اي كلام. يعني بص ركز لك حاجه على حاجه، اي هو يقول لك كده، يقول لك زملكه الدوله لعيبه الاهلي عايزه ترقيه، ممكن يقول لك بعد كده علاء صادق ده نفسه ممكن يطلع يقول لك ايه، لو يعني لو الاهلي اتعادل او ما وفقش في المباراه يقول لك الدوله شوشرت على اللعيبه وودت ناس خلتهم ما يركزوا، الجمهور ده راح فضغط على اللعيبه اي حاجه هيقول كده والله اي حاجه عقليتهم كده، يعني علاء صادق ده عقليته كده بيحاول. فكره زملكه الدوله دي طلعت من عنده كتيبه الكترونيه، هو مجرد كتيبه الكترونيه، هو هدفه انا حتى قلت ساعتها هدفه تكوين مجموعات من الناس تبقى وراه، بحيث بيبدا بالكوره بيبدا بالرياضه، بعد كده ياخد الناس دي في اي اتجاه، طالما صدقته اي حاجه يقولها بعد كده بتمشي معاه. فاجي اجيبك ازاي كجمهور اهلي؟ الاهلي السنه اللي فاتت السنه اللي قبلها ما كانش موفق في المسار القروي بتاعه سواء في الدوري او في الكاس، فانا علاء صادق ازاي يشبك مع الناس دي؟ لازم يحسسهم ان في اضطهاد وفي ظلم واقع عندهم، في يعني شباب صغير بيصدق الكلام اللي هو بيقوله وبيتعلق بيه، فيبتدي ياخده في الاتجاه ده، بعد كده يقول لهم اي حاجه، يقول لهم بقى الدوله اي فكر عايز يبثه او اي افكار عايز يبثها هيعملها من خلال ان هو خلاص عمل غسيل مخ لعدد كبير جدا من الجمهور اللي هو مشي وراه في اتجاه الكوره، بعد كده ياخدك في الاتجاه السياسي، لان توجه علاء صادق معروف هو معادي للدوله المصريه. ففكره زملكه ده مفيش حاجه اسمها زملكه لا الاهلي اهلاوي الدوري ولا زملكه الدوري ولا اسماعيلاوي الدوري، الدوله دي قوي مش كلام قوي، ان هو كان بيشتم في الداخليه المصريه ويوم ما يشكر فيها عشان ماتش كوره ودخول جمهور. أيوة. يعني هو يعني حاجه يعني فاهم قصدي؟ يعني تخيل وصل المرحله العقليه لفكره ايه؟ هو ان انا ماشي في الدوله المصريه او في الداخليه المصريه، ما جاي اشكر الداخليه المصريه اشكر عشان ماتش كوره. علاء صادق في ساعه هروبه من مصر لما تم توقيفه في مطار القاهره جاب دعوه من احد اصدقائه في مناسبه في الجزائر، مناسبه في دوله الجزائر،
وراح المطار. فطبعا اي حد بيروح بيتم الاشتباه في اسمه بيشوفه هل هو يعني، فتم توقيفه وراح كاتب بوستات الدوله المصريه وانا بحب مصر وانا مسافر وانا 20 30 بوست على الصفحه بتاعته. تم خروجه لان في التوقيت ده ما كانش فيه احكام صدرت ضده. يعني ممكن تبقى في حد عليه قضيه او عليه مشكله او عليه مسافر خرج من مطار القاهره من هنا ووصل للجزائر، البوستات في نفس الصفحه. لا وطلع من الجزائر على تركيا بقى. انا بقول لك اول ما وصل الجزائر شتيمه في الدوله وازاي اتعرض للاضطهاد وازاي وازاي وازاي. فهي دي شخصيته، يعني انسان مريض نفساني فبيتعامل مع الناس ان هي يعني بتنسى اللي هو بيقوله. طيب نروح ل نبدأ القصة من البداية خالص. علاء صادق أول ما ظهر في التلفزيون كانت سنة 1990 تقريبا، كان بعد نشرة الأخبار بيبقى فيه 5 دقايق أو 10 دقايق النشرة الإخبارية الرياضية. فهو ظهر وعمل حالة من الجدل، عنده ثقافة غير عادية، عنده لباقة، بيعرف يعني عنده طلة على الشاشة، راجل مهذب في كلامه بينتقي كلامه وألفاظه. بعد كده ابتدى البرامج الرياضية تستعين به في فقرة الإحصاءات وفقرة الأرقام، وهو يعني كان بيبقى متألق في هذا الأمر لغاية ما بقى بيعمل فقرة ثابتة لتحليل الحكام ونقده للحكام، وكان نقده لاذع للحكام ده يعني على شتى الأصعدة. يعني مثلا مش بينتقد أي حد ضد النادي الأهلي، لا بينتقد أي حد بيخطأ سواء أهلي أو زمالك أو إسماعيلي أو كده. وفي أحد الفيديوهات أشاد بمرتضى منصور وقال عليه إن مرتضى منصور أسد وإلى آخره، لأنه كان حيادي خالص ملوش أي علاقة بأي نادي، وهو كان حكم ولم يوفق في تجربة التحكيم. تعالوا بقى، علاء صادق كان هل هو كان محرض ضد الدولة أو ضد الشعب المصري أو كان موالي للإخوان في البداية أيام مرسي وأيام حكم الإخوان؟ كان طبيعي جدا ما كانش بينزل أي حاجة له علاقة بالسياسة، ولكن بعد عزل مرسي والجماعة فكان بيعمل بوستات على تويتر بيدعم فيها الإخوان وبيدعم فيها مرسي. زي اي حد مصري انت بتحب وبتكره، بتحب فلان وبتكره فلان، ممكن فلان ده يبقى غلط ممكن يبقى صح، ولكن انت انتمائك شيء وان انت تحرض شيء اخر. انا ما شفتش اي بوست لعلاء صادق بيحرض على الدولة المصرية او بيعمل زي ما بيعمل زي ما بيحصل في قناة الشرق او قناة. انا ما بحبش اتكلم في السياسة بس معلش الامر كان خلاني لازم اتكلم في السياسة، مش ما بيعملش زي محمد ناصر والتاني يعني الاعلام الموجه بشكل يعني اقتلوا وعملوا وكسروا وبهدلوا وطلعوا، ما حصلش منه الكلام ده خالص. ولكن هو كان بينتقد الاداره المصريه، بينتقد السيسي، بينتقد ظروف البلد والى اخره. هل رايه يصح او يخطئ؟ على فكره انا راجل سيساوي انتخبت السيسي، ولكن انا غير راضي تماما عن سياسات السيسي حاليا، غير راضي تماما تماما، لكن ما بتدخلش في السياسة وما بتكلمش في السياسة تمام. فاللي انا عايز اقوله لو انت مع الاخوان انت حر ايدهم، ما دام مفيش اراء ليك ضد البلد ان انت اكسر وكسر واذبح واعمل مظاهرات واعمل، لا انا ما اقدرش اتكلم معاك. ليه؟ لان انت حر، محدش يحجر على رأي حد، لأن مرتضى نفسه كان ليه آراء سياسية مع الإخوان، الإخوان فصيل وطني، الإخوان كان لهم يعني دور في طرد الإنجليز من مصر، الإخوان ما هينفعش حد يقول يسقط حكم المرشد وعيب إن إحنا، وأنا بدعو الرئيس مرسي إن هو يطلع لنا قانون المظاهرات عشان مش كل واحد يطلق مراته ويروح يوقف لنا قطر. مرتضى منصور قال الكلام ده والفيديوهات إحنا عرضناها كتير وحضراتكم اعملوا سيرش على اليوتيوب هتلاقوها. تمام تمام. اذا علاء صادق له اراء كانت سياسيه على تويتر وهو دلوقتي بيتكلم رياضه. حتى لما شكر وزاره الداخليه، طبعا كلنا لازم نشكر وزاره الداخليه لان كان المسموح به 1000 2000 3000 7000 كلام فاضي، لكن لما وزاره الداخليه
تقول لك لا انت مسموح لك يا نادي اهلي ب50,000، لا يبقى شابوه وزارة الداخلية تعظيم سلام. حتى لو انت مش طايقها، لما حد يعمل حاجة صح هتقول انها صح. لو مرتضى نفسه عمل حاجة صح انت هتوقف تقول انه مرتضى عمل حاجة صح، مع انه ما بيعملش اي حاجة صح. تمام تمام. تعالوا بقى علاء صادق عامل حالة جدلية، حالة جدلية، عامل للناس دي قلبان، هز عروشهم. علاء صادق بيعمل ايه يا راجل؟ عنده قناة وعنده صفحة بيتكلم على اللي بيحصل في الدولة من مساندة ودعم وزملكة للدولة. هو بيقولك مفيش زملكة. لا ده انا عايز اقولك على حاجة، ده من قبل ما علاء صادق يتولد كان في زملكة في الدولة، من ايام حيدر باشا ومن ايام المشير عبد الحكيم عامر ومن ايام محمد لطيف، كانت كل دي اخوانة، مش اخوانة، زملكة للدولة، كانت زملكة للدولة بشكل مباشر. والبطولات اللي راحت بالامر المباشر لنادي الزمالك، لما يبقى رئيس الجمهورية زملكاوي وابنه محمود اللي بتاع المخابرات زملكاوي ورئيس الوزراء زملكاوي ووزير الرياضة زملكاوي ورئيس اتحاد الكرة زملكاوي والعاملين فيه زملكاوية، انت باقي ايه تاني يتعمل وما يبقى زملكاوي؟ كل ده ما فيش زملكة للدولة؟ لما يبقى القرارات كلها لصالح نادي الزمالك، لما يبقى يجيب لك واحد زي كامل وزير زملكاوي وبيستغل منصبه في المحاباة لنادي الزمالك، لما يبقى مثلا كامل الوزيري وهو زملكاوي يبقى مع نور الدين وحبيبه نور الدين اللي بيحكم لنادي الزمالك وبيدي النقاط هبة كده لنادي الزمالك، كل ده مفهوش زملكة للدولة. لما يجيب لك قطر رايح جايب الوجبات مجانا لنادي الزمالك، ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ وربنا الحمد لله يعني ايه؟ يعني كسفهم، خلى الزمالك يتغلب في اسوان والفلوس بتاعه الدوله راحت هباء. لما يبقى مرتضى منصور يبقى ندور كل حاجه على النوته، الضرايب على النوته والنور على النوته والميه على النوته والغاز على النوته، والدوله ما تطالبوش باي حاجه من دول، وحتى اتحاد الكره عليه 100 مليون بذمتكم، مش دي اسمها زملكه للدوله؟ لما يبقى واحد زي وزير الرياضه يقعد مع ساسي ويقعد مع بن شرقي يتحايل عليهم عشان يجددوا عقودهم مع نادي الزمالك، ده اسمه ايه؟ مش ده بيستغل منصبه علشان خدمه نادي الزمالك؟ بقى ايه تاني وما اتعملش النادي الزمالك يا راجل؟ ده كل الفرق عملت جدوله لمديونياتها الا نادي الزمالك، الا نادي الزمالك مفتوحة على البحر ومحدش قادر يعمل له حق. طب ده انا اقولك على مفاجأة يا فندم، اللائحة بتقول ان لا يحق او لا يجوز لرئيس نادي انه يعني يستمر في منصبه حال تقييد حريته وحال عدم اتخاذ قرارات. ان هو طبعا انتوا عارفين ان المحبوس فاقد الاهلية، بمعنى لا يبيع ولا يشتري ولا يوقع على اي عقود، يبقى ازاي حضرتك مخليه لغايه دلوقتي، مخلي مرتضى لغايه دلوقتي؟ المفروض اصلا يبقى بره. وانا اعمل لكم فيديو عن الموضوع ده ان شاء الله النهارده بكره بكتير، بس اللي انا عايز اقوله كل ده ومفيش زملكه للدوله، بقى ايه يتعمل تاني عشان ما يبقاش في زملكه؟ فعجيب امر الزملكاويه بجد، يعني يبقى بيدوهم كل حاجه بالمعلقه ويقول لك ده ما فيش حاجه اسمها زملكه واهلاوه الدوله، لا زملكه ولا اهلاوه الدوله، لا في زملكه الدوله، واللي ما بيشوفش بالغربال يبقى اعمى. بس هو علاء صادق عشان هز عروشهم وهز يعني وفضحهم. طبعا هو والعديد من اليوتيوبرات، في يوتيوبرات اهلاويه على اعلى مستوى، ناس محترمه بتقدم محتوى، قنواتها كبيره، قنواتها متشافه مسموعه، يعني ناس لها كل الشكر بتقدم محتوى وبتفضح الناس دي. احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نبين لكم قد ايه الناس دول بتدلس وبتضلل وبتغير وجهات نظر وبتكذب على الهوى وبتنفسوا كذب، ولكن في نفس الوقت يقنعك بالكذب انه حقيقة، ولو ما اقتنعتش يجيب لك الف دليل كاذب ان هو على حق، وانت تبقى عارف ان ده كذاب، وانت عارف ان الدلائل دي كلها والقرائن دي كلها كده، ولكن برضو هم مصرين واساتذه في لي عنق الحقيقه ولي المنطق، يعني ياخدك في مكان تاني وفي حته تانيه. احنا على قد ما نقدر ردينا
انا مش منوط ان انا دافع عن علاء صادق، ولكن كلمه حق. علاء صادق راجل رياضي، راجل محترم، راجل دكتور بيتكلم بالارقام. انا بختلف في وجهات نظر كتير بيقولها رياضيه، لكن في نفس الوقت ببقى عارف ان ده بيتكلم من منطق. يعني لما يبقى في حكم بيأدي بي 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 دوره وما بيظلمش النادي الاهلي، والنادي الاهلي مثلا في المباراه دي اتغلب، عمره علاء صادق ما يقول ان الحكم هو السبب. عمرنا ما بنعلق شماعات اخطائنا على اي شيء، ولكن لما يبقى في ظلم فج وبين، ولما يبقى في مجامله يعني فظيعه وبين وضوح العيان لنادي الزمالك، لازم الناس كلها تتكلم وتقول. لكن هو ياخدك في طريق ايه، مكان تاني. طبعا دلوقتي انتوا رمضان، كل سنه وانتوا طيبين، كل سنه ومصر والوطن العربي والامه الاسلاميه بخير. اللي انا عايز ان هم ما عندهمش محتوى يقدموه دلوقتي، خلاص دلوقتي البرامج والمسلسلات والحاجات دي، فهو عايز اي حاجه يجيب بيها مشاهدات يعمل ايه. طب اتكلم على مين؟ اتكلم على النادي الاهلي؟ لا، دلوقتي الموج عالي، ما ينفعش اتكلم على النادي الاهلي ولا اعمل فتنه ولا ازرع بذور فتنه ما بين النادي الاهلي وما بين الهلال السوداني لسببين. اول حاجه، الهلال السوداني جاي مصر، يعني النادي الاهلي مش هيتاثر باللي احنا هنقوله، والهلال السوداني هيبقى مثلا الحضور بتاع الجماهير بتاعته قد ايه، مش هتبقى كبير مش زي النادي الاهلي. لكن انا اعمل فتنه وازرع فتنه لما يبقى النادي الاهلي رايح بلد تاني، رايح السودان، رايح تونس، رايح الجزائر، رايح المغرب، اي مكان رايحه النادي الاهلي لازم يزرعوا بذور الفتنه في الاول في الاول. لكن لما يبقى الفريق جاي هنا، لا مش هيعملوا فتنه قوي لانها مش هتبقى ظاهره قوي. غير كده ان الموج عالي دلوقتي، فمش عايزين ايه، مش عايزين يعني استنوا لما ايه مرتضى يطلع ويبقى الغطاء القانوني بتاعهم والسند بتاعهم ان هو مرتضى هيجي بقى ايه يعني يحرق الاخضر واليابس زي ما بيقول، فهم هيبقوا ايه الاسلحه بتوعه والاذرع بتاعته. فاللي بيتكلم على اللجان الالكترونيه ومش اللجان الالكترونيه، انا جبت لكم قبل كده، الناس اللي متابعاني وعارفاني وعارفه فيديوهاتي، جبت لكم قبل كده كذا فيديو. اول واحد جبته لتامر عبد الحميد اللي حاليا كان شغال في الحدث اليوم. تامر عبد الحميد ده كان بينه وما بين مرتضى مسانعه الحد، اعترف على مرتضى وقال انا كان عندي لسته كبيره باسامي صفحات وباسامي مواقع وباسامي لجان الكترونيه شغاله عند مرتضى منصور وبيقبضها بشكل شهري ملايين الجنيهات، ملايين الجنيهات بتروح للناس دي. تمام تمام. مين تاني بقى اعترف ووقع بلسانه بدون قصد؟ رضا، لا مش رضا، عرفت نصار، قال انا اللي كنت صاحب فكره التواصل ما بين مرتضى منصور وما بين صفحات السوشيال ميديا، وعرضت الامر على مرتضى منصور، راح مرتضى منصور قال له خليه يعني يروح بيهم للمنسق الاعلامي للنادي، قال له لا يا فندم ما يمنعش، ده انت لازم تقعد معاهم بنفسك عشان يعني مثلا ايه لو في اي خلاف اي مشكله اي بتاع دي يعني الموضوع ينتهي وشوف انت عايز ايه وهم يعملوه. الكلام ده هو اللي قاله بلسانه، مش انا اللي بقوله، وجبت لكم الفيديو ده قبل كده. فمرتضى منصور اجتمع بالعيال دي حطهم في جيبه، والعيال دي بقت تشتم عفت نصار دلوقتي، على الرغم ان هو كان حلقه الوصل بينهم ما بين مرتضى منصور. فاللي انا عايز اقوله، اللجان الالكترونيه معروف عن مين؟ اللي بيجتمع بيهم، اللي بياكلهم كباب وكفته، اللي عامل لهم عضويات مستثناه، كل ده معروف عن مين؟ عمرك شفت قناه النادي الاهلي طلعت اي حد من اليوتيوبرز المشاهير على القناه؟ عمركم شفتوا حاجه زي كده؟ ما حصلتش. طب عمركم شفتوا اصلا قناه النادي الاهلي جابت سيره اي واحد عنده صفحه كبيره ولا؟ ما بيحصلش. على العكس تماما، مرتضى منصور كان بيطلع يقول لهم اعملوا لايك لماضي وباضو مش عارف ومايكل والواد التاني اللي اسمه مش عارف مين والشيمي ده ولا اسمه ايه، كان يطلع مرتضى يقول لهم اعملوا لهم لايك وشير، بقى الواد مش عارف ابو طفير عنده الاف المتابعين وعنده الاف الزيارات، والعيال دي اللي بتقدم محتوى كويس، العيال دي بتطبل وترقص لمرتضى. فاللي انا عايز اقوله، معروف مين اللي عنده لجان الكترونيه ومين اللي بيعمل غسيل مخ للعيال الصغيره، معروف مين. لكن علاء صادق راجل بيتكلم بالورقه وبالقلم وبالحجه وبالمنطق، بيقول لك سنه كذا حصل كذا، التاريخ لا يزيف، يقول لك في الماتش الفلاني حصل 1 2 3، اللعبه دي تساوي كذا واللعبه دي كذا واللعبه دي كذا. وانا متلقي
ما عنديش، عندي عقل، انا عندي 46 سنه مش عيل صغير. وانا عايز اقول لكم على حاجه، اغلب الناس اللي ماسكه صفحات ناس كبيره فوق ال 30 و35 سنه، اغلب الناس اللي على اليوتيوب هتلاقيهم ناس كلهم كبار وناضجين. الاطفال هم حضراتكم، عقلية الاطفال هم حضراتكم. اللي مرتضى بيقول لهم شمال شمال يمين يمين، النهارده نتكلم عن كذا، بكره نتكلم عن كذا، والسكريبت اللي في ايديهم ده مقصود ومتوزع من مرتضى ومن العاملين في قناه نادي الزمالك. انت هتتكلم النهارده في كذا ويبقى في كذا. فاللي انا عايز اقوله يعني، علاء صادق راجل محترم، راجل دكتور، راجل رياضي، ما بيتكلمش في السياسه. لما بيتكلم في السياسه بينتقد امور سياسيه في البلد، ما كلنا بننتقد. هو في حد ما بينتقدش يا باشا؟ انت بتنتقد والدك في البيت او والدتك او ابنائك او رئيس الجمهوريه، ما فيش حد بعيد عن النقد. في فرق بين النقد وفي فرق بين الهجوم اللاذع اللي كله ايحاءات وكله شتيمه وكله، فشيء طبيعي اي حد ممكن ينتقد. النقد عادي، انت انتقدني لكن ما اقبلش قله الادب. يعني انا قول لي ان انت مثلا ما بتعرفش تتكلم، على فكره انت معلوماتك زيرو، انت مالكش طلع على الشاشه، انت دمك تقيل، انت مالكش فيها، انت حشر نفسك في اليوتيوب كده، هتقبل كل ده. لكن الاقي حد يدخل يشتمني، لا مش هقبل الشتيمه، ملهاش عندي مكان من الاعراب. الشتيمه ملهاش مكان عندي، سواء اهلاوي او زملكاوي مش هتقبل منك اي شتيمه. كذلك علاء صادق الراجل ما بيشتمش، الراجل ما بيشتمش رئيس الجمهوريه، ما بيشتمش الدوله، ما بيشتمش العاملين في الدوله. لا، هو ممكن يعبر عن مشاعره وغضبه في الظلم البين اللي بيوقع على النادي الاهلي. تخيل لما الفار يرسم لك خطوط من نص من نص جسم اللاعب، ويطلع خالد الغندور المدلس ده يقول لك ما هي اهي يا عم، اهي باينه اهي، مع ان النقطه بتقول لك ايه، النقطه بتتحط على اقرب مكان لجسم لجسم المدافع او في جسم المدافع للمرمى. لما يبقى اقرب مكان دماغه وتحط الخط على بطنه، ده اسمه ايه؟ لما يبقى اقرب مكان مشط رجله وتحط الكره مثلا على فخده، ده اسمه ايه؟ ما ده اسمه تدليس. يقول لك الفار قال كده، لا الفار انت بتحط له النقطه، قول لي التسلل من هنا فين؟ بتحط انت اللي بتحط له النقط، بتحدد له النقط. يعني لو حطيت له النقطه على لاعب في نص الملعب هيطلع لك كل اللي بعده اوفسايد، حتى اللعيبه اللي معاه في النادي، حتى اللي معاه في الفريق. فاللي انا عايز اقوله ان الناس دي فعلا بجد غلط تظهر على الشاشه، الناس دي مكانها مش الشاشات، حتى قنوات اليوتيوب زياده عليها. يعني الناس دي ما ينفعش تطلع على قناه يوتيوب تتكلم وتخاطب ناس، لان الناس دي فعلا للاسف للاسف بتضحك على عقول اطفال ما عندهاش اي نوع من انواع العقل. حتى الناس الكبيره ابتدى الزملكاويه ابتدى يبقى عندها نوع من عدم العقل وعدم الفهم، وانها تسلم نفسها للناس دي. انا اسف جدا ان انا طولت عليكم، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، اشكركم. ما تنسوش اخواتي الاهلاويه تدعمونا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفوني، اول مره تخشوا قناتي، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الاشعارات عشان ما يفوتكمش اي فيديو بينزل على قناتنا، قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.